من طول عمري من ما ولدت قبل 15 سنة. شو اسمه يعني ما احتلال بدي يسوي زي ما بده. قالوا لنا ما في الأول ما بيصيرش عندكم شيء، أنتوا بتضلوا في بيتكم وما حداش يكرهكم. عملوا لنا بوابة وأعطونا المفتاح. بعد كم من شهر أخذوا، بعد كم شهر أخذ المفتاح. ثلاث أربع مرات بحكي لهم لا ينتبهوا، بين بيتهم عند دار سيدهم والجمعة بيجوا. حتى بناتي اللي في البلد بالجوزات ممنوع يجوا إلا بتنسيق. أنا صامد في أرضي، لو بقعد في خيمة بدي أظل فيها، ممنوع. لا ما استنطن الواقع، ولكن بدي أصبر حتى الله يجيب الفرج.